بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث عن الإمامة، وقلنا إن الإمامة منصب إلهي لا مجال لاختيار الناس فيه، إن الفارق الكبير بين الإمامة وهي عهد من الله تبارك وتعالى يختص به من يشاء من عباده، ورئاسة الجمهوريات وإدارة الحكم في البلدان المختلفة، الفارق الكبير بين هذين أن الأول منصب إلهي لا مجال لآراء الجماهير وعامة الناس فيه، وإنما المنصب الثاني أمر يعود إلى الناس ليختاروا من يسوسهم ويختاروا الفرد الصالح لذلك. إذا صح لأبناء الأمة أن يختاروا لمن يسوسهم رئيسا حاكما عادلا يخدم مصالحهم، فهذا لا ينطبق على مسألة الإمامة بوجه، لأن الإمامة امتداد طبيعي للنبوة وللرسالة، تتعامل مع المعنويات ومع تهذيب الأرواح وإيصال كل فرد إلى الكمال المنشود له. إنه الهادي الذي يتحمل عبء الهداية من قبل الله تبارك وتعالى، ولذلك لا مجال لأن يدعي أحد أن أمر اختيار الإمام موكول إلى أفراد الناس وإلى أحاد الأمة يتخيرون ذلك فيجمعون أو لا يجمعون. حديثنا اليوم وفي الحلقات القادمة عن الآيات القرآنية التي تؤيد أن هذا المنصب وهذه المزايا توفرت في علي عليه السلام ولم تتوفر في غيره من الصحابة. قبل كل شيء لابد أن نشير إلى أن القرآن الكريم لم يذكر عليا بالصراحة وبالاسم، ولكنه ذكره بالمواصفات. هناك حديث كثيرة تشير إلى أن المقصود في عشرات من الآيات بل مئات منها كان علي بن أبي طالب عليه السلام وإن لم يصرح باسمه. وبصورة موجزة نقول ذكر كثير من المحدثين، وعلى سبيل المثال الحاكم الحسكاني إنما سمي حاكما لأنه مرتبة سامية جدا في الحديث، لأن المراتب تختلف من حافظ وحجة وحاكم. الحاكم الحسكاني ألف كتابا مستقلا في هذا المجال سماه شواهد التنزيل، وشواهد التنزيل كتاب خاص في الآيات التي نزلت في علي عليه السلام. نبدأ بذكر مجموعة من هذه الروايات التي تنص على أن المقصود في كثير منها هو علي عليه السلام. وعلى سبيل المثال يذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد الجزء السادس صفحة 221، نزلت في علي 300 آية. فماذا يقصد من ذلك؟ نزلت في علي مع أن اسم علي لم يرد في هذه الآيات، نزلت في علي 300 آية، هذا على نحو الإجمال. والخطيب البغدادي نعرف أنه لم يكن إماميا ولا ممن ينسب من شيعة علي عليه السلام. ثم نجد الحاكم الحسكاني في كتاب شواهد التنزيل الجزء الأول صفحة 39 يقول: ما نزل في أحد من كتاب الله تعالى ما نزل في علي عليه السلام. وطبعا يرون هذه عن ابن عباس وعن غيره من الصحابة. وكذلك نجد في نص ثالث من الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل صفحة 54: لقد نزلت في علي 80 آية أو 80 آية صفوا في كتاب الله ما يشركه فيها أحد من هذه الأمة. يعني سواء كان 80 أو مر ذكر 300 أو مجموعة من هذه الأحاديث، فهذه كلها تشير إلى أن عددا كبيرا من الآيات إنما نزل في علي عليه السلام.
ما هو المقصود بهذا العدد الكبير؟ سنجد في المستقبل أن عشرات الآيات إنما اتفق المفسرون والمتحدثون عن أسباب النزول أنها نزلت في علي خاصة أو نزلت في أهل البيت وعلي منهم. ثم هناك حديث آخر يقول عن الكندي الشافعي في كفاية الطالب صفحة 140: ما نزلت آية فيها يا أيها الذين آمنوا إلا وعلي رأسها وأميرها وشريفها. هناك حديث كثيرة بهذا المضمون نجدها في كفاية الطالب ونجدها في كتب أخرى. على سبيل المثال في مسند أحمد بن حنبل، وكذلك في شواهد التنزيل ونظم درر السمطين ومجموعة أخرى من هذه الحديث، كلها نجد عن رسول الله، عن مجاهد، عن ابن عباس، وكلها تقول: ما أنزل الله آية فيها يا أيها الذين آمنوا إلا وعلي رأسها وأميرها. علي رأسها وأميرها وشريفها. في نص آخر نجد: ولقد عاتب الله أصحاب محمد في القرآن وما ذكر عليا إلا بخير. يعني أن بعض الصحابة وردت الإشارة إليهم بلون من العتاب لأنهم ارتكبوا ما ارتكبوا، ولكن عليا لم يرد فيه شيء من هذا اللون من العتاب. كذلك نجد في ترجمة الإمام علي بن أبي طالب من تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر الجزء الثاني صفحة 428 إلى 430، نجد رواية عن ابن عباس قال: ما نزل في القرآن يا أيها الذين آمنوا إلا علي سيدها وشريفها وأميرها، وما أحد من أصحاب رسول الله إلا قد عاتبه الله في القرآن ما خلا علي بن أبي طالب فإنه لم يعاتبه في شيء منه. إذن الخلاصة أن هذه الأحاديث وغيرها مما لم نذكرها تشير إلى حقيقة مهمة، وهي أن علي عليه السلام لم يذكر بالاسم، لم يرد اسم علي في آية من هذه الآيات، ولكنه ذكر وأشير إليه ونزلت مجموعة من الآيات بشأنه على اتفاق هؤلاء المؤرخين والمفسرين والمحدثين. وتتراوح هذه الآيات بين 300 آية وبين 80 آية، وبين آيات اشترك فيها مع علي غيره وآيات انفرد بها. على سبيل المثال آية التطهير، آية التطهير إنما وردت في علي وفاطمة والحسن والحسين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا لا نستطيع أن نقول بأن آية التطهير اختصت بعلي، وإنما شاركه في ذلك غيره، ولكن هناك آيات اختص بها علي عليه السلام، مثل آية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، حيث إنه الوحيد الذي تصدق بخاتمه في أثناء الصلاة وفي أثناء الركوع. بعد هذه الفكرة الإجمالية ننتقل إلى تفصيل بعض الآيات وذكر شأن نزولها، لنعرف أنها تطبيقات لهذه القاعدة العامة الإجمالية التي ذكرناها. ولنبدأ بأول آية، وهي الآية 207 من سورة البقرة. قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يروي الحاكم الحسكاني بإسناده عن أبي سعيد الخدري، والسند معتبر وموثق من قبل أكثر أصحاب الصحاح والسير والمفسرين. قال: لما أسري بالنبي يريد الغار بات علي بن أبي طالب على فراش رسول الله، فأوحى الله إلى جبرائيل وميكائيل: إني قد آخيت بينكما
وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر، فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة؟ فكلاهما، يعني جبرائيل وميكائيل، فكلاهما اختاراها وأحب الحياة. فأوحى الله إليهما: أفلا كنتما مثل علي بن أبي طالب؟ آخيت بينه وبين نبي محمد صلى الله عليه وآله، فبات على فراشه يقيه بنفسه. اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوه. فكان جبرائيل عند رأسه وميكائيل عند رجليه، وجبرائيل ينادي: بخن بخن، من مثلك يا ابن أبي طالب؟ الله عز وجل يباهي بك الملائكة. فأنزل الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الحاكم الحسكاني يروي هذا الحديث في شواهد التنزيل وغيره أيضا. وبالمناسبة هناك أشعار مروية لعلي عليه السلام يتحدث عن هذه المنزلة وعن هذه المفخرة، حيث ضحى بنفسه الشريفة وهو يعلم أن القوم قد ائتمروا برسول الله ليقتلوه، ويهجموا عليه هجمة رجل واحد، جردوا سيوفهم وعينوا ساعة الصفر ليهجموا عليه هجمة رجل واحد فيضيع دم رسول الله بين قبائل المشركين في مكة ولا يؤاخذ أحد منها بالثأر. وطبعا هذه منزلة سامية، حيث كان علي الوحيد الذي استعد لهذه التضحية ولينجو رسول الله من القتل ومن الاغتيال. يقول في ذلك: وقيت بنفسي خير من وطئ الحصى، ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر. رسول إلهي خاف أن يمكروا به، فنجاه ذو الطول الإله من المكر. وبات رسول الله في الغار آمنا موقا، وفي حفظ الإله وفي ستري، وبت أراعيهم وما يثبتونني، وقد وطنت نفسي على القتل والأسر. وتحدث عن هذه المنقبة كثير من المفسرين ومن المؤرخين، وزادوا السبب في مبيت علي على فراش النبي ليبقى يرد ودائع النبي والوعود التي كانت والأمانات، لأن الرسول كان هو الصادق الأمين ومعروفا بذلك. فاعتاد الناس واعتاد المشركون على أن يأتوا بودائعهم ويضعونها عند رسول الله. لم يكن من شأن الرسول أن يهاجر إلى المدينة المنورة ويترك هذه الودائع من دون أن يخلف عليها أحدا. فإذا هذه التضحية يذكرها القرآن بخير في سورة البقرة الآية 207. الآن ننتقل إلى آية ثانية، هي الآية 274 في سورة البقرة. يقول تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيضا اتفق المفسرون على أن هذه الآية نزلت في علي عليه السلام. صحيح أن التعبير ورد بالذين، والذين اسم موصول ينطبق على مجموعة من الناس ولا يختص بشخص، ولكن مثل هذا في القرآن كثير، حيث يذكر العنوان العام في حين أن المراد به شخص واحد، وسنبين ذلك بعد إذن إن شاء الله. الكنجي الشافعي يروي بإسناده عن ابن عباس قال: نزلت في علي بن أبي طالب. وكيف؟ كان عنده 4 دراهم، فأنفق بالليل واحدا وبالنهار واحدا وفي السر واحدا وفي العلانية واحدة. وكذلك يذكر الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل عن ابن عباس في هذه الآية أنها نزلت في علي بن أبي طالب، لم يكن عنده إلا 4 دراهم، فتصدق بدرهم ليلا وبدرهم نهارا وبدرهم سرا وبدرهم علانية. فقال له رسول الله:
ما حملك على هذا؟ قال: حملني عليها رجاء أن أستوجب ما وعد الله الذين وعد أن أستوجب ما وعد الله عباده الصالحين. قال رسول الله: ألا ذلك لك؟ فأنزل الله هذه الآية. وهناك أيضا عدد آخر من المفسرين يذكرون أنها نزلت في علي خاصة. فالآن ننتقل إلى آية أخرى هي في سورة آل عمران، وهي المعروفة بآية المباهلة. لاحظوا الآية في سورة آل عمران آية 61: ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. طبعا هذه الآية في الحقيقة إنما هي بشأن المباهلة، والمباهلة تمت بشكل كامل حول نصارى نجران. نعرف بأن هؤلاء كانوا يحاجون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة عيسى عليه السلام. رسول الله كان يرد عليهم الدعوة التي كانوا يقولونها من أن عيسى ابن الله، فرسول الله أراد أن يحاجهم، وكلما تقدم إليه هذا الوفد من نجران لم يوافق على الأدلة التي ذكرها الإسلام وذكرها الرسول مبلغا عن الله تبارك وتعالى، فاقترح الله تبارك وتعالى بالوحي المبين أن تحصل هذه المحاجة وهذه المباهلة. فمن حاجك فيه، يعني في موضوع عيسى، من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. طيب، بعد هذه الدعوة ماذا نفعل؟ فنبتهل، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الابتهال والمباهلة عبارة عن أن يجتمع الطرفان ويرفعان أيديهما بالدعاء إلى الله تبارك وتعالى بأن يصب نقمته وعذابه على الكاذب من الطرفين، باعتبار أن الحجج الظاهرية التي تبادلوها لم تكن كافية لإقناع الخصم. يروي الحاكم الحسكاني بإسناده عن عمرو بن سعيد بن معاذ أن وفد نجران كان يتقدمهم قسيسان معروفان بالعاقب والسيد، وناقشهم رسول الله صلى الله عليه وآله بإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب، وأيضا ناقشهم في أمور أخرى، وأخيرا اقترح عليهم المباهلة. خرج وفد نصارى نجران بعدتهم وعدتهم، ورسول الله صلى الله عليه وآله دعاهم إلى أن يأتوا برجالهم ونسائهم وأبنائهم وأنفسهم. ثم الدعوة التي تصدر من رسول الله تكون إلى الأبناء والنساء والأنفس. فيا ترى من كان المصداق العملي والتطبيق الخارجي لذلك؟ لا أحد يدعي أن من زوجات النبي خرجت واحدة في المباهلة، وإنما خرجت فاطمة عليه السلام. إذن كان التطبيق العملي للنساء هو فاطمة، والأبناء لم يخرج منهم إلا الحسن والحسين. وأما الأنفس، أن يدعو رسول الله نفسه لا معنى لذلك، وإنما يدعو من هو بمنزلة نفسه، ومن يعتبره القرآن نفس الرسول. تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. فدعا عليا عليه السلام وخرج هؤلاء فقط. طبعا كان السيد والعاقب قد حذر وفد نصارى نجران من أنه إذا خرج رسول الله بكل الجماعة وبكل الناس وبكل الأتباع فباهلوهم، لا تخافوا،
أما إذا أخرج إليكم الصفوة من أهل بيته فلا تلاعنوهم فإن العذاب ينزل عليكم. وفي نص آخر أنه خرج النبي آخذا بيد الحسن والحسين وفاطمة وعلي ودعاهم إلى المباهلة فأحجموا، فقال: والذي نفسي بيده، إن الهلاك تدلى على أهل نجران، ولو تلاعنوا لمسخوا قردة وخنازير، ولاضطرم عليهم الوادي نارا. وروي أن الأسقف الكبير قال لهم: إني لأرى وجوها لو سألوا الله أن يزيل جبلا عن مكانه لأزاله، فلا تبتهلوا. وصالحوا النبي على 2030 درعا عادية كل سنة. فهذه كلها تشير إلى فضل علي وفاطمة والحسن والحسين، فضل أصحاب الكساء، واعترف بذلك كما اعترف ابن حجر العسقلاني وهو في الصواعق المحرقة، عفوا ابن حجر الهيتمي المكي في الصواعق المحرقة، اعترف بأن هذه الآية إنما نزلت في هؤلاء وأن المراد منهم هذا فقط. العلامة الحلي في منهاج الكرامة أشار إلى هذه الحقيقة ونقلها، وأشار إلى مسألة النفس، قال: وأنفسنا أو وأنفسنا إشارة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وهذه الآية أدل دليل على ثبوت الإمامة لعلي، لأنه قد جعله نفس رسول الله، والاتحاد محال، يعني أن يكون الاثنان واحدا هذا محال، فيبقى المراد هو التساوي، التساوي في كل شيء، والتساوي في الولاية العامة، وله صلى الله عليه وآله الولاية العامة فكذا لمساويه. وأيضا لو كان غير هؤلاء مساويا لهم أو أفضل منهم في استجابة الدعاء لأمره الله تعالى، يعني الله تبارك وتعالى لأمر رسوله بأن يأخذهم إلى الملاعنة والمباهلة، لأمره تعالى بأخذهم معه لأنه في موضع الحاجة، وإذ كانوا هم الأفضل تعينت الإمامة فيهم. ويعلق العلامة الحلي على هذا الاستدلال بقوله: وهل تخفى دلالة هذه الآية على المطلوب إلا على من استحوذ الشيطان عليه وأخذ بمجامع قلبه وخيل له حب الدنيا التي لا ينالها إلا بمنع أهل الحق عن حقهم. هذه الآية طبعا ورد الحديث عنها بشكل مفصل، وقصة المباهلة مذكورة بتفاصيلها، لكن لم نشر إليها إلا بمقدار الضرورة للاستشهاد بأنفسنا في الآية. ننتقل إلى آية رابعة هي في سورة المائدة. طبعا في سورة المائدة آيتان، إحداهما في الآية رقم 3 والأخرى الآية 67. لاحظوا في الآية 67 هاتين الجملتين: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. نؤكد ونركز على نقطتين: بلغ ما أنزل إليك من ربك، ثم وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ما هو المقصود بما الموصول هنا وما النافية هنا؟ ثم في الآية الثالثة: اليوم أكملت لكم دينكم، ما هو المقصود بالإكمال؟ نتحدث عن ما الموصول هنا والما النافية هنا، ثم نتحدث عن صلة ذلك بإكمال الدين في الآية الأخرى، كلتاهما في سورة المائدة. لاحظوا اتفق المفسرون جميعا بلا استثناء أن الآيتين نزلتا بشأن واقعة الغدير، لما حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع وأخبر أمته بأنه مفارقهم،
وأن هذه آخر مرة يحجون معه. طبعا قضى 23 سنة معهم في الدعوة والتبليغ والإنذار، وهذه هي الأيام الأخيرة التي يشهدها المسلمون مع قائدهم ومع البشير النذير. أنهوا الأعمال، وصلوا إلى موضع يدعى غدير خم. القوافل التي جاءت من المدن المختلفة تريد أن تعود إلى مدنها. وصلوا إلى هذا الغدير، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمن تقدم بأن يلحق، ومن لم يلحق بأن يتقدم. وبعبارة أخرى، طلب من الجماهير التي سبقته أن تعود إلى حيث هو، ومن الجماهير التي لم تلحق به بعد أن تسرع ليجتمعوا في مكان واحد. اليوم كان حارا، حر شديد، ويريد أن يعلن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم حقيقة مهمة. ما هي تلك الحقيقة التي لم يبلغها رسول الله بالصراحة بعد؟ وما هي تلك الحقيقة التي إن لم يبلغها بنص القرآن فلم يفعل شيئا ولم يبلغ رسالته؟ لاحظوا، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بلغ الصلاة وبين تفاصيلها، بلغ الزكاة وبين تفاصيلها، بين الجهاد وعمل على تفاصيل ذلك، بين الحج والصوم وجميع ذلك، كل ما يتعلق بالنكاح والطلاق والميراث وجميع الحالات الشخصية والقانون المدني والتطبيقات الجزائية والمرافعات وكل ما يتعلق بالنظام وبالقانون ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغه. طيب، ما هو هذا الشيء الذي لم يبلغه بعد بصراحة ولم يأخذ الحجة منه على المسلمين؟ وثم ما هي أهمية هذا الشيء بحيث لو لم يبلغه ولم يأخذ البيعة من الناس عليه فكأنه لم يفعل شيئا، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته؟ لما ينزل الأمين جبرائيل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. طيب، هذه القضية حاسمة ومهمة، ولذلك الرسول يطلب من الذين لم يلتحقوا به أن يسرعوا فيلتحقوا به، ومن الذين تقدموا أن يرجعوا إليه. كلهم يجتمعون في ذلك اليوم وفي مفترق الطرق قبل أن يذهب كل إلى مدينته وإلى مقصده ويعود إلى بلاده، ليبين أهمية هذا الشيء الذي طلب من الله تبارك وتعالى، طلب منه من قبل الله تبارك وتعالى أن يبلغه. زين، أضف إلى ذلك نقطة أخرى في تتمة الآية: والله يعصمك من الناس. يبدو أن هذا المعنى كان في ذهن رسول الله منذ زمن طويل وكان شغلا شاغلا له، يخشى أنه إذا بلغ ذلك فالجماهير سوف تعترضه وسوف تقف منه موقفا مضادا. الله تبارك وتعالى وعده بالعصمة: والله يعصمك من الناس. إذا كان موضوع إبلاغ الزكاة، إبلاغ الجهاد، إبلاغ الصلاة، هذه الأمور قد تمت، لم يبق منها شيء، فإذا ما هو الشيء الذي لم يصرح به بعد؟ راجعوا أنفسكم وفكروا قليلا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، هذا المعنى الموصول، الاسم الموصول عن شيء لم يصرح به هنا، ثم وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ما النافية اللاحقة، اربطها بي والله يعصمك من الناس. فيتفق المفسرون جميعا، وقد ألف علماء كبار كتب مفصلة في هذا المجال، منهم السيد حامد حسين في كتابه عبقات الأنوار في إثبات إمامة الأئمة الأطهار، ومنهم العلامة الشيخ عبد الحسين الأميني في كتابه الغدير، الموسوعة القيمة التي طبع منها 11 جزءا،
ذكر تفاصيل ذلك في الأحاديث وفي الشعر وفي المناسبات المختلفة، وذكر أسناد هذا الحديث بشكل مفصل لا يدع مجالا للشك أبدا. طيب، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بأحداج الإبل فصنع منها منبر وصعد على ذلك المنبر وخاطب المسلمين بكلمة واحدة، قال: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ لاحظوا، ألست أولى بكم، من المقصود بالأولى؟ أولى بكم من أنفسكم، يعني إذا أنت قررت بشأن نفسك شيء وقرر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حولك وبالنسبة إليك وبشأنك أمرا آخر، فإن إرادة الرسول مقدمة على إرادتك وهي المحكمة بلا نقاش وبلا إشكال. إذن أخذ الإقرار المبدئي، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. ولما أخذ منهم الاعتراف والإقرار قال: من كنت مولاه؟ وأخذ بيد علي ورفعها. ثم يتفق المفسرون والمؤرخون على أن رفع يد علي كان إلى درجة أن بان بياض إبطيهما، يعني الرسول وعلي عليهم السلام، وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. سند الحديث ذكره الشيخ الأميني وذكره السيد حامد حسين في عبقات الأنوار، العلامة الحيلي في منهاج الكرامة في 2000، وغيرهم كثير ذكروا أسناد الحديث. وأما في الدلالة فزعم بعضهم أن المولى هنا بمعنى النصير وبمعنى الصديق وبمعنى الأخ الحميم وأمثال ذلك، لكن هذا كله لا ينسجم مع الآية. الآية تقول: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني إذا ما بلغت أن عليا ابن عمك وأن عليا صديقك وحميمك والأخ الوفي فما بلغت رسالته. أي تناسب بين هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله يقوله الله تبارك وتعالى يخاطب رسوله، وبين هذا الذي يريد إبلاغه رسول الله؟ المهم، أمر الزعامة وأمر الإمامة وأمر الولاية التامة المطلقة، من كنت مولاه بقرينة المقدمة، ألست أولى بكم من أنفسكم، يعني من كنت أولى به من نفسه فهذا علي أولى به من نفسه. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. فأسرع المسلمون يبايعونه، فتقدم إليه أبو بكر وتقدم إليه عمر وصار يقولان له: بخن بخن لك يا علي، أو بخن بخن لك يا أبا الحسن، فقد أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. وهكذا طلب حسان ابن ثابت أن ينشد أبيات بالمناسبة، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصار ينشد تلك الأبيات المعروفة التي يناديهم يوم الغدير نبيهم، والأشعار المفصلة بذلك واردة في النصوص المتواترة، وتشجيع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحسان ابن ثابت في قصيدته، وغيره من الشعراء أيضا تبعوا ذلك ليصوروا الواقعة، وقد ذكرها الأميني في الغدير تلك الموسوعة المفصلة. ولكن المهم هنا أن بعد أخذ البيعة من المسلمين حول ولاية علي، وبعد تلك البيعة المشهورة وإتمام العهد وإتمام الحجة على جميعهم، نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا إكمال الدين وإتمام النعمة إنما حصل بعد هذا التبليغ الرسمي. وهنا يتوجه سؤال: ألم يكن رسول الله قد بين فضل علي في المناسبات المختلفة؟ نقول: نعم، قال رسول الله: أنا مدينة العلم وعلي بابها،
وقال أقضاكم علي علي، وقال علي مني بمنزلة هارون من موسى، وعشرات المناسبات، حديث الدار وغير حديث الدار. ولكن أخذ البيعة وإتمام العهد وإتمام الحجة على الجماهير كلهم إنما تم في يوم الغدير، إذن 18 من ذي الحجة لدى غدير خم كان الإعلان الرسمي لإمامة علي ولخلافته ولوصايته. وهذا ما فهمه كل الحاضرين حينما جاء أبو بكر وجاء عمر ليبايع عليا وليقول له بخن بخن لك يا أبا الحسن، أو بخن بخن لك يا علي، وأمثال ذلك. ثم إكمال الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ما هي المناسبة؟ كل هذا البناء العظيم الذي كان من المقرر أن يكمل وينتهي على يد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكن قد فرغ رسول الله من إكمال البناء قبل إعلان ولاية علي وإمامته، ولكن حينما أبلغ ذلك يوم الغدير 18 من ذي الحجة عند مفترق طرق للحجاج في آخر الأشهر أو الأيام من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان إكمال الدين وكان إتمام النعمة التي أتمها الله تبارك وتعالى على عباده. فإذن نفهم أن الإمامة عنصر أساسي وتحتل موقعا مهما في التشريع الإسلامي وفي القرآن، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لإكمال سائر هذه الأبحاث خصوصا ما يتعلق بالآيات القرآنية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.